بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير عليكم. النهاردة جولة جديدة في وكالة البلح، ويوم الجمعة وهنشوف بقى مغارة علي بابا وكنوز الوكالة اللي ما بتخلص. وهنشوف أول حاجة معانا السواريهات. أنا حبيت أوريكم محل فيه سواريهات، عشان لو مش عاجبكم الحاجات اللي بتبقى معروضة في الشارع، في محلات برضو بتعرض حاجات حلوة جدا جدا، وأسعارها كمان إلى حد كبير قوي معقولة. زي ما انتم شايفين ده محل العمدة، العمدة كينج فاشون، موجود في وكالة البلح. هو موجود في حارة كده في وكالة البلح، يعني شرحها صعب شوية، على نصيته زكي السماك. وهتخشي لجوه شوية، مجرد ما هتسألي بس هيوصلوكي ليه. زي ما انت شايفة كده عنده مجموعة كبيرة جدا من السواريهات، أسعارها بتبدأ من 199 جنيه لحد 2000 جنيه. يعني عندي كل الأسعار، يعني في زي ما شفتي كده قدامك، في ب750، في ب850، في ب950، في ب650، 450، في ب250، في بداية من 199 جنيه او من 200 جنيه لحد 2000 جنيه. زي ما قلتلك عنده كل حاجة، عنده الطويل وعنده القصير، الوان كتيرة جدا موجودة عنده، وطبعا المقاسات اللي انت عايزاها موجودة. لو المقاس كبير شوية بيتضيق، عنده كل حاجة. الحاجات اللي قدامنا دي عرض، يعني في العرض، وفوق بقى بتطلعي تقيسي وبتاخدي اللي انت عايزاه، وليه دور تاني. وبالمناسبة العمدة ليه اربع فروع تاني في اركيديا مول، فاتح اربع فروع هناك. زي ما انت شايفة كده حاجات كلها جديدة وجميلة. ده جامب سوت شيك جدا وعليه اكستنشن ب750 جنيه، ولونه جميل قوي. ده فستان تاني ب1350، زي ما انت شايفه كده شغله رقيق جدا وبسيط وحلو قوي وهادي. ده فستان تاني وينفع كمان خطوبه، يعني مش سواري بس، ده ب2000 جنيه. هو ليه قسم تاني للخطوبه والزفاف. دي مجموعه من السواريهات، وليه محل تاني بيبيع فيه الخطوبه والزفاف، بس للاسف ما كانش لسه فتح، فصورت لكم بس اللي موجود في السواريهات. ده كمان بحوالي 550، ده فستان قصير للبنانيت الصغيرين ب550 جنيه. ده فستان تاني لونه جميل وشكله حلو قوي، زي ما انت شايفه كده ب1500 جنيه. ده كمان واحد اللي هو الكم الطويل اللي طالع موضة، ده ب1000 جنيه، شيك جدا وقماشته حلو قوي قوي وبسيط قوي، ما فيهوش شغل ولا فيه حاجة، بسيط جدا. وزي ما انت شايفة جبتلك الكمين عشان تشوفيهم. في عندنا واحد تاني، ده برضو بسيط جدا ب450 جنيه وشيك جدا جدا. انا اعتقد طبعا ان احنا لما بنيجي نأجر بندفع اكتر من كده، او بندفع في الرينج ده، ما بنقلش عن كده في السواريهات. ده اللي ب199 جنيه، بندفع مبلغ في الايجار، فيعني لو كده كده هتدفعي، فممكن تجيبي حاجة وتسيبيها في دولابك، هتنفعك اكيد في اي مناسبة تانية، وهتبقى الفستان بتاعك مش هترجعيه تاني، وهتدفعي نفس اللي هتدفعي في الايجار هتدفعي في الشراء. انا حبيت اوريكم المحل ده عشان ما يبقاش بس السواريهات حكر على الحاجات اللي مفتوحة في الشارع، في ناس مش بتعجبها وبتبقى حاجات موديلات قديمة ومش حلوة. حبيت اوريكي برضو ان الوكالة فيها زي ما فيها الغالي فيها الرخيص، وفيها الجديد وفيها المستعمل، فيها كل حاجة. ده كمان فستان شيك جدا وبسيط قوي، اهو زي ما انت شايفة كده اسعارهم حلوه وجميله. وزي ما قلتلك بدل ما تأجري، لا هيبقى قطعه موجوده عندك في دولابك هتستعمليها اكتر من مره. ده ب500 جنيه. ومحلات العمده يعني حتى لو معرفتيش، بس اركيديا هتبقى تلاقي الاسعار فيها اغلى شويه. هما قالوا لي اركيديا بتبقى اغلى شويه، لان عارفين طبعا المحلات هناك ايجار وايجارها عالي، فبيعلي شوية في أسعار الفساتين. لكن لو حبيتي تجيبي من الوكالة هي دي أسعارها،
وممكن تتفاوضي معاهم شوية في السعر. حاجات جميلة جدا، يا رب اكون لميت لكم او جبت لكم حاجة مفيدة. يعني في ناس بتتضايق من الحاجة اللي في الشارع، لا ما ينفعش اجيب سواريه من الشارع وكده ومستعمل وملبوس ومش حلو او موضة قديمة، لا في حاجات جديدة كمان في الوكالة، زي ما في الموضة منتهية لا في حاجات حلوة ومعمولة مخصوص. ده برضو محل اسمه بوم، عنده مجموعة جواكت طبعا جديدة وحلوة جدا، سعر الجاكيت 500 جنيه. انا حبيت اعرضه بعض السواريهات، لان انت ممكن تجيبيه وتلبسيه مع السواريف، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء. الجاكيت ده ب 500 جنيه، وطبعا ممكن تفصلي معاهم مفيش مشكلة، يعني عندهم استعداد لانهم يخفضوا في السعر مفيش مشكلة. زي ما انت شايفة جواكت شيك جدا وجميلة، وطبعا جديدة مش مستعملة. دي بقى حاجات قصيرة تنفع اوي للسواريهات، يعني لو هتجيبي فستان سواريه ممكن ده يبقى معاها، هيبقى شيك جدا جدا. سعره الجاكيت 250 جنيه. كل الحاجات دي هتبقى مناسبة قوي ليهم، ومناسبة لللبس العادي يعني للاستعمال العادي، مش لازم بس تتحط على السواريهات. زي ما انت شايفة كده شكله شيك جدا، اشكالهم حلوة قوي. هندخل بقى بعد كده على الفروشات اللي موجودة يوم الجمعة. عندنا الدفايات، دي الدفاية ب 85 جنيه، دفايات بقى رجالي وحريمي، في كل حاجة كل المقاسات، وفي أطفال كمان الواحدة ب 85 جنيه. طبعا ده يوم الجمعة بقى، مولد وصاحبه غايب، الناس فرشة وشغالة وربنا يرزق الجميع يا رب. دي الدفايات، وهنا في الجواكت كمان ولادي. الجاكيت في الفرشة دي بحوالي 170 جنيه ل 180، في الرينج ده على حسب الجاكيت. في الفيست ب 130. زي ما انت شايف كده الجواكت متبطنة من جوه، يعني هتدفيكي هتدفيكي حلو قوي، واسعارها حلوة جدا. الجاكيت 170 وفي ب 180، والفيست دوت ب 130 جنيه. هيورينا اشكال تانية منها، زي ما انتوا شايفين كده الالوان بتاعتها حلوة قوي واشكال كتير، والمقاسات اللي انت عايزاها هتلاقيها. وزي ما قلت لك سعره 180 170 في الرينج ده، وممكن كمان تفصلي معاه وتنزلي كمان عن كده، يعني ممكن تجيبي لك قطعتين بتمن قطعة واحدة. طبعا مفيش جاكيت ب 200 جنيه ولا ب 250 ولا ب 300 جنيه، احنا عارفين اسعار الجواكت عاملة ازاي. ده كمان سويت شيرتات بناتي وولادي، وفي هاي كولات زي ما انت شايفه كده، حاجات كتير اسعارها 85 جنيه، الوان بقى واشكال للبنات وللصبيان. السويت شيرت ده قطعه اساسيه في دولابنا او في دولاب ولادنا، وسعره حلو جدا. السويت شيرت هناك اسعاره من 60 ل 85 جنيه، ما بيزيدش عن كده على حسب الخامه بقى. في ستاندات بقى فيها جواكت اطفال ب 50 جنيه، زي ما انت شايفه كده حاجات حلوه قوي وجميله، وممكن تشتري قطعتين ثلاثه لاطفالك. كنتوا عارفين الاطفال بيحبوا يغيروا كتير. رحنا فرشه تانية، فرشه ساعات عليها ساعات ابل، وساعات بقى اللي هي الضخمه بتاعه الشباب دي اللي بيحبوها، ساعات الكلاسيك الذهبي، حاجات ظريفه جدا وجميله. الابل دي الشاشه بتاعتها بتبقى سودا وليها زرار كده من الجنب بتشتغل بيه، هو بيشغلها لي. اي ساعة هنا على الفرشة ب 50 جنيه، زي ما انتوا شايفين كده اشكال. اي ساعة 50 جنيه، ما شاء الله الفرشة مليانة وعليه ناس كتير، هو موجود كل يوم. زي ما انتوا شايفين كده انواع الساعات واشكالها حلوة قوي، وب 50 جنيه يعني هتجيب كذا واحدة وتغير فيهم. عندنا فرشة تانية للنظارات، النظارات دي أسعارها بتبدأ من 45 جنيه لحد 85 جنيه، أشكال بقى يعني هتلاقي حاجة أكيد هتناسب وشك بإذن الله، مش هتمشي من عنده لما تكوني شارية بإذن الله. حاجته حلوة قوي وكتير ما شاء الله، وعنده أسعاره حلوة زي ما قلت لك، اسعاره بتبدا من 45 جنيه ل 85 جنيه. عنده النضاره اللاكوست ب 65 جنيه بس طبعا تقليد مش اصلي. حاجات بقى اشكال والوان وانواع على حسب
على حسب الشكل هتلاقي اللي هيليق عليك ان شاء الله. دي نظارات تانية دي ب65 جنيه، الحاجات دي كلها ب65، الحاجات العريضة بقى والحاجات الرفيعة، ودي اللاكوست ب65 برضو، وموجود على طول، موجود كل يوم. احنا هنا تحت الكوبري. هنشوف بقى حاجة تانية، انا لقيت كمان فرشة شنط، كان لسه بيفتح في الشنط بتاعته بيعلقها. الشنطة هنا ب100 جنيه، دي المجموعة اللي كان معلقها ولسه كان بيفتح في الشنط عشان يعرض، بس انا قلت اجيب لكم الحاجات اللي هو فتحها. بصوا كل الشنط اهي في اكياسها، زي ما قلت لكم الشنطة ب100 جنيه. بعد كده لقينا فرشة اكياس، الاكياس الصغيرة اللي بنمسكها في ايدينا دي، شكلها شيك جدا وجميلة. دي الواحدة ب35 جنيه، اشكال بقى زي ما انت عايزة، واحجامهم حلوة مناسبة، يعني ممكن تحطي فيها الموبايل بتاعك، تحطي فيها محفظتك مثلا، فيها بطاقتك، فيها اوراقك، تحطي فلوسك، يا دوبك تشيل الحاجات دي اهو. زي ما انت شايفه كده اشكالهم حلو والوان كتير، زي ما انت عايزه بقى اللي انت هتحتاجيها تلاقيه. والكيس عنده ب35 جنيه، ده للموبايل لو عايزه تجيبي لي الموبايل وتحطيه في شنطتك، برضه ده شيك قوي. دي المجموعة اللي عنده. هنشوف برضو حاجات تانية، دي ستاند تاني عليه بلوفرات ب85 جنيه، بلوفر ب85 جنيه، ده ستاند تاني أطفال، برضو كل الحاجات دي ب85 جنيه، بس عشان في ناس واقفة أنا مش عارفة أطلع بالكاميرا لفوق، ده ب85 برضو. هنروح بقى نشوف الشوزات، الشوز ده ب150 جنيه، كوتشيهات حلوة وجميلة واشكالها حلوة، في منها المستعمل وفي منها الجديد، يعني هتلاقي ده وهتلاقي ده. الكوتشي ب150 جنيه، الفروشات كتيرة جدا يوم الجمعة. ده برضو جواكت اطفال، جاكيت ظريف جدا، يعني انت لو عايزه تجيبي لاولادك وب65 جنيه، يعني مش حاجه، عندك من 50 جنيه بتبدا للاطفال، وفي حاجات ب5 جنيه، وفي حاجات ب15 جنيه لو عندك بيبي صغير. ده جاكيت انا شفته من زارا، حلو جدا، لفت نظري خصوصا ان هو من زارا يعني، وبرده ب65 جنيه. دي فرشه كوتشيات تانيه برده ب150. لقيت نايك هناك الابيض ده، وفي منه الاسود كمان ب150، وفي بقى اشكال تانية، وهو ده برضو نايك اسود، عنده لونين دول بس، ابيض والاسود، وشكلهم شيك جدا وجميل. في بقى انواع تانية زي ما انت شايفة كده، كله ب150، الفرش عنده كلها ب150، وكله جديد مفيش حاجة فيه مستعملة. طبعا نايك مش الاصلي، اكيد تقليد يعني. في فروشات تانية او ستاندات، دي بناطيل جينز ب110. احجام بقى انا ملاحظت هناك ان في شراويل، شفت شراويل كتير، دي في ستاد ب100، مقاسات كبيرة 4X 4X لارج، حلوة جدا يعني، المقاسات دي صعب تلاقيها، موجود كل المقاسات يعني، لقيت ناس احجامها ما شاء الله تخينه، ما شاء الله مليانه، بتشتري من هناك بالاربع وبالخمس قطع، لان في هناك كل المقاسات واسعارها حلو. ده برضو جاكيت ولادي ب100 جنيه، الجواكت دي ب100 جنيه، يعني هتلاقي عندك الجواكت بتاعت الاولاد من اول 50 جنيه لحد 100 جنيه. بصوا شكلها جميل جدا، طبعا احنا اولادنا بيغيروا كتير، فيفضل ان انت تجيبي لهم اكتر من قطعه، مش هتنفع قطعه واحده. وجواكت حلوه جدا وبتدفي وشيك جدا،
وخامتها حلوة، ده برضو ب100 جنيه. ده ستاند تاني عليه بلوفرات ب75 جنيه، زي ما انت شايفة الحاجات اللي موجودة على الستاند. انا حبيت في الفيديو ده اوريك الحاجات الغالية، لان برضو الوكالة فيها حاجات غالية وفيها حاجات نص نص، في حاجات رخيصة جدا، في كل الاسعار موجودة. جواكت الرجالي كمان حلوة قوي قوي وكتير، وانواع بقى عندك الشموع وعندك الجلد وعندك القماش، في كل حاجة موجودة، وفي القطيفة كمان، كل حاجة موجودة. وسعر الجاكيت 330 جنيه، وطبعا بتفصلي معاه مش بتاخدي على طول كده من اول مرة، ودي كلها حاجات جديدة او زي ما انت شايفة ب 330 برضو، شكله شيك جدا. كل الحاجات دي 330، وبرضه هو بينزل معاكي في الأسعار. الشروال ده ب100 جنيه، خامته حلوة جدا، متبطن من جوه وشيك جدا جدا وجميل، عجبني قوي، الخامة بتاعته حلوة وسعره كمان حلو. ده ستاند تاني عليه بلوفرات ب75 جنيه، اشكال بقى شوف اللي انت عايزاه. هتقلبي الستاند مليان، الستاندات كلها ما شاء الله مليانة، اكيد هتلاقي حاجتك فيها وهتلاقي طلبك فيها. وما شاء الله هناك كان في اقبال شديد جدا، انا من الساعة 7:30 موجودة هناك، لقيت بنات كتير ما شاء الله موجودين من 7 الصبح واقفين بيشتروا. وطبعا انت بتجيبي، طبعا طلبة الجامعة بيحبوا يغيروا كتير، ويعني مش هقولك بس الناس اللي هي على قدها، لا في مستويات تانية كتيرة جدا بتروح تجيب من هناك. دي برضو جلاليب، جلابية ب100 جنيه، جلاليب شتوي شمواو وقطيفة، اهو زي ما انت شايفة شكلهم حلو، ب100 جنيه الواحدة. وزي ما قلتلك البنات مش شرط، يعني الناس اللي هي حالتها على قدها بس اللي بتشتري، لا في طلبة جامعات حالتهم كويسة جدا وشكلهم شيك جدا وبيجيبوا من هناك، لأ انت عارفة طبعا الطلبة كل يوم بينزلوا كل يوم لازم يغيروا، فبدل ما اجيب اكتر من قطعة بأسعار عالية، لا هناك بلاقي اللي انا عايزاه واسعارها حلوة جدا ومناسبة، وبلاقي موديلات كويسة. دي جواكت تانية، انا حبيت اوريكم الرخيص واوريكم الغالي، في ده موجود وفي ده موجود، الجديد موجود المستعمل موجود، كل حاجة عندهم موجودة ومتاحة. المحلات برضو فيها حاجات كويسة جدا، خاماتها حلوة واسعارها كويسة، وكمان بتنزلي معاهم مش بتاخدي باللي هما بيقولوا عليه. ده جاكيت لقيته برضو زارا، بس طبعا هاي كوبي مش اصلي، هو جديد بس هما حاطين التيكت بتاع زارا، هو هاي كوبي، ده ب350 جنيه، وعنده كذا لون منه، الاربع الوان اللي قدامكم دول، وفي كمان المستردة، شكله حلو قوي وجميل وخامته كويسه جدا، وبرده هينزل معاكي في السعر، يعني هتعرفي تفصلي معاه. ده ستاند تاني عليه جواكت ب100 جنيه، حاجات بقى للاولاد الصغيرين اللي هو من سن 11 12 سنه، اشكالهم حلوه جدا وجميله وهتعجبك، واكيد ان شاء الله هتروحي هتجيبي اكبر قدر ممكن لاولادك. زي ما قلت لكم مش هناك بس الناس اللي على قدها، لا ده كل حاجه، من كل حاجه، من كل مستويات المجتمع موجود، وكله بيجيب، ما فيش حد بيروح ما بيشتريش. دي جواكت تانية ب250 جنيه، طبعا في محلات كمان بتبيع باسعار رخيصه جدا، انا شفت هناك محل بيبيع سواريهات الفستان ب150 جنيه، بس بصراحه الفساتين الناس كانت زحمة جدا ما عرفتش اصور حاجة، حاولت اصور اي حاجة بس الناس كانت زحمة بجد، زحمة جدا جدا عليه، يا دوبك بس بصيت كده خدت فكرة وخرجت ما عرفتش اصور حاجة هناك. ده جاكيت تاني برضو ب300 جنيه تقريبا، شكله حلو بس الكاميرا كانت مقربة قوي، 300 جنيه، ده برضو ب300،
حاجات حلوة وخامتها كويسة وهتعيش معاك. هتجيب بدل القطعة 2 و3 هينفعوا طبعا، مفيش حاجة بتنفعش. ده برضو ب300، وزي ما قلتلك فيه هناك كل المستويات، فيه هناك كل حاجة، هتلاقي طلبك وهتلاقي مقاسك. بقولك لحد الفور اكس لارج موجود، مقاسات كتيرة جدا واحجام كتير، يعني هتلاقي اللي انت عايزاه، هتلاقي اللي انت عايزاه. بس محتاجة ان انت تنزلي بدري وتلفي بقى. ده برضو حاجة من زارة، بس هاي كوبي ده ب75 جنيه. الستاند ده علي جوكت جميلة جدا، ده جاكيت تاني، في جواكت بقى الفارو دي شيك جدا، ده ب500 جنيه. وده برضو طبعا الحاجات دي زي ما قلت لك انت بتفصلي فيها. في برضو حاجات سواريهات كده، بعض حاجات مش كتير، سويت شيرتات. ندخل بقى لأدوات التجميل. دي مجموعة برفانات وبادي سبلاش، دي برفانات زارة عندها الإزازة ب70 جنيه. بصراحة أنا مفتحتهاش ولا شمتها لأن أنا عارفة إن هي مش أصلية، والله أعلم بقى هتبقى نفس الريحة ولا لأ. وفي الكوكو شانيل، في عندها مجموعة كبيرة، بس يعني أنا مرضتش أفتح ولا شم لأن أنا عارفة إن هي حاجات مش أصلية، الأزايز مليانة، فأنا أعرف إن الأصل بيبقى ناقص منه شوية وبيبقى سعره أغلى من كده. بس طبعا في ناس بتشتري مش فارق معاها ان هي تبقى اصلية او مش اصلية، في ناس بتشتري وفي ناس كتير كمان بتشتري، وفي ناس مش فارق معاها ان انا اجيب حاجة اصلية لان الاصلي غالي معروف، وحتى الغالي ما بيبقاش اصلي 100% للأسف. احنا بقى عندنا حاجات كتيرة مغشوشة. انا بجيب ازازة البرفان بتبقى سعرها غالي جدا واصلي، وللأسف بلاقيها مش هي خالص. ممكن استعمل منها شويه وبعد كده اتضايق منها لان هي مش نفس البرفان ومش نفس الجوده اللي انا بجيبها دايما. ده برضو برفانات على بادي سبلاش، حتى البادي سبلاش اللي احنا بنجيبه الاصلي مجرد ما بترشيه بيروح على طول، ريحته بتروح على طول، ما بتثبتش للاسف، وبتدفعي فيها مبلغ وقدره. فاحنا هنا عارفين احنا بنجيب من المحلات وبندفع مبالغ كبيره وبيبقى برضو مغشوش. دي سبريهات، وبعد كده بقى في عندها كريمات، وفي عندها اي شادو، وفي عندها دي مجموعه من السبريهات برضو. الشنطه دي ب100 جنيه تقريبا على ما اعتقد، انا مش فاكره قوي. وفي كريمات كوكو شانيل، او زي ما انت شايفه كده. وفي سيروم للشعر، ودي مجموعه الكريمات. كل الحاجات دي اسعارها تقريبا من 70 ل100. في بقى روج، في انواع كتيره من الروج. دي مجموعه الحاجات اللي عندها، ودي قاعده تحت الكوبري من ناحيه الكورنيش، برضو بتيجي كل جمعه. نرجع تاني للاستاندات، ودي برضو من طريق الكورنيش بقى، اول محلات عند الكورنيش كده. اسعار 60 100. دي برضو واحدة تانية قاعدة تحت الكوبري عند زكي السماك، برضو معاها أدوات تجميل. دي برفانات على كريمات على بادي سبلاش على شاور جيل. بس مش عارفة بصراحة الأسعار ايه، هي كانت قاعدة بيهم كده بس مش عارفة أسعارها ايه. طبعا معظم الحاجات دي مستعمله، وزي ما قلت لكم ادوات التجميل انتوا ليكوا حريه الاختيار فيها. الحاجات دي
انت وحريتك فيها، انت وراحتك فيها، بتحبي تجيبي الحاجات دي، بتحبي تجيبي حاجات انظف احسن براحتك، وهتلاقي فيها برضو حاجات كويسة ونظيفة، بس بتبقى مستعملة كده استعمال خفيف. فموجود عندهم كل حاجة، موجود عندهم الاصلي وموجود عندهم المضروب، كله موجود. برضو دي مجموعة جواكت، الجواكت هناك عجبتني جدا وكتير وانواعها كتير. هتجيبي كل اللي انت عايزاه، النوعية اللي انت عايزاها اكيد هتلاقيها ان شاء الله، واسعارهم حلوة. بقول لكم والله انا شفت بنات كتير، يعني معظم اللي كانوا بيشتروا بنات، بنات صغيرين كمان مش كبار، وبيجيبوا مش حاجة واحدة، لا ده بيجيبوا كتير، يعني ماشيين ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك بشنط كتير مليانة. فالموضوع مش حكر بس على الناس اللي هي ظروفها على قدها، لا كله بينزل وكله بيجيب، وهم هناك ما شاء الله بيسترزقوا، ربنا يرزقهم يا رب، وبينزل لهم ناس كتير وعارفين مواعيد الأسواق بتاعتهم والفروشات بتاعتهم فين، وعارفين اللي بينزلوا هناك عارفين هم بيجيبوا ايه. جواكت تانية انا كان قال لي تقريبا 250 جنيه اسعارهم اهو زي ما انتوا شايفين، كذا حاجة قدامك. وطبعا انا شفت هناك محلات مفروشات بس ما صورتش فيها لان هما كانوا لسه بيفتحوا، لان كنت هناك من بدري قوي وهم بيفتحوا على الساعة 10 او 10:30 كمان. في مفروشات، عايزة ستاير، عايزة دفايات، عايزة بطاطين، ملايات، يعني فرش تنجيد، كل حاجة موجودة، فرش انتريهات، كل المحلات دي موجودة، بس هتلاقيها في الحواري من جوه، هتلف شوية عليها، مش موجودة بره كلها، لا معظمها تقريبا ورا البنك الاهلي، في كنيسة هناك، فهتلاقيهم كلهم في المنطقة دي، محلات كتيرة جدا واسعارها حلوة. انا ما صورتش فيها صراحة لان هم كانوا لسه بيفتحوا، وانا كنت خلصت الجولة بتاعتي، لفيت كتير فيها، فكنت تقريبا خلصت، فما كنتش قادرة بصراحة ادخل اسأل. دي برضو جلاليب، الجلابية ب 100 جنيه. في بقى القطيفة، في الشموة، في المهير، في القطن العادي، كل حاجة موجودة عندهم، وسعر الجلابية 100 جنيه. زي ما انت شايفة كده الحاجات جميلة وحلوة وأشكال، وهتلاقي طلبك إن شاء الله، تقلبي بس يبقى عندك صبر وتقلبي، هتلاقي حاجات حلوة. دي شراويل تانية برضو، مقاسات، الشراويل هناك كتير جدا، وانتوا عارفين الشباب بيحبوها، والبنات كمان بيستسهلوا لبسها، بتبقى خفيفة كده ولذيذة في اللبس. في بقى شراويل طالعة شتوي متبطنة، حلوة جدا وبتدفي قوي قوي وكويسة جدا هناك، زي ما انتوا شايفين اسعارها 100 130 جنيه، مش بتعلى عن كده، وفي اقل كمان، في ب 60 وفي ب 70. دي كمان شميزات زي ما انتوا شايفين كده اشكالهم، وب 60 جنيه الواحد، حاجات كويسة وشكلها حلو وجميلة وخامتها كمان حلوة، بجد بجد الوكالة مليانة وفيها كل حاجة. ده جاكيت كمان ب 350 جنيه. انتوا عندكم اسعار الجواكت بتبدأ من 100 لحد 500 جنيه هناك، 500 دي بتاعت المحلات بقى، وانت وشطارتك فيها تنزلي زي ما تحبي، بس كل حاجة ما شاء الله موجودة واسعارهم حلوة. دي جواكت تاني حلوة قوي، بتعجبني قوي الجواكت الفرو، وكمان هناك جواكت شكلها ظريف ونظيفة، يعني مش متهانة، حلوة جميلة، حتى اللي على الستاندات دي شكلها ظريف، اللي في المحلات جديدة وجميلة وظريفة، برضو اللي على الستاندات مش وحشة ومش متهانة، لا ينفع ان احنا نجيبها ونستعملها عادي جدا، شكلها ظريف وحلو جدا. انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى خامتها ممتازة، يعني ما فيهاش قطع، ما فيهاش خدش، ما فيهاش عيب، ما فيهاش حاجة تذكر، ما فيهاش حاجة باينة، يعني ما فيهاش حاجة يتقال عليها ان هي لا مش حلو.
دي حاجات تانية اهي. ده ب 300 جنيه، الستاند كله ب 300. والظريف فيها ان هي فيها مقاسات، فيها مقاسات كتير. واللي عاجبني اكتر ان هي حتى الناس اللي هي مقاسها صعب شوية، اللي بتبقى تخينة قوي، موجود ليها مقاسات هناك وموجود كتير. والناس الرفيعة قوي برضو ليها مقاسات وليها طلبها، هتلاقيه يعني الرفيعين قوي هيلاقوا والتخان قوي هيلاقوا. دي حاجة انا لاحظتها المرة دي، ناس تخينة جدا بتجيب حاجات كتير من هناك وبتلاقي مقاسها. دي مجموعة الجواكت اللي موجودة على الستاند ده. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكلهم حاجات حلوة جدا، ويعني كلنا محتاجينها في الشتاء في ظل البرد الصعب اللي احنا فيه ده. وكل التنبؤات بتقول ان الشتاء هيبقى قاسي جدا السنة دي، زي ما بيقولوا كل سنة بصراحة، وبيبقى فعلا قاسي. فالحاجات دي هتنفعنا جدا، خصوصا ان اسعارها في المحلات عالية بشكل مبالغ فيه. فايه المشكلة ان انا اجيب من هناك؟ مفيش اي مشكلة. ده ستاند تاني عليه برضو جواكت جلد. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. انا حاولت ألم لكم اكبر قدر ممكن من المعروضات ومن الاسعار كمان. ركزت لكم على الجواكت بالذات، الجواكت هناك حلوة جدا، اسعارها حلوة جدا، حتى الاسعار الغالية عندهم بالنسبة مقارنة بالمحلات بره برضو رخيصة. جبت لكم السواريهات الجديدة، عشان في ناس ما بتحبش الحاجات المستعملة. في محلات تانية اسعارها ارخص كمان، بس للأسف ما عرفتش اصور فيها لان كانت زحمة جدا، مع اني كنت هناك من 7 الصبح، بس هي الناس بتبقى قاعدة مستنياها، اول ما تفتح على طول بيعملوا هجوم عليها. يا رب تكون جولتي النهاردة عجبتكم وتكونوا استفدتوا بحاجة منها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو انت اول مرة تشوفيني سبسكرايب للقناة. والى اللقاء في جولة جديدة، باي باي.